السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غنوجدوا ورقة البسطيلة بطريقة سهلة وبتقنية سريعة وكتعطي نتائج زوينة بإذن الله. هاد ورقة البسطيلة طلبتها من عندي واحد المتابعة الوفية ودابا غنوجدها ليها. ودابا نبداو المقادير على بركه الله. عندنا جوج ليف ديال الدقيق المنقول زوج المرات، يعني جوج ليف من هادو، كل زلافه كتساوي 300 غرام، يعني 600 غرام ديال الدقيق او جوج ليف يكون مغربل زوج المرات. عندنا معلقه صغيره عامره من الملح، عندنا الساشي ديال مايزينا او دقيق الذره نشا، وعندنا كميه من الزيت. ودابا غنبداو طريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه غناخذ الدقيق وناخذ الملح وغنعجنوهم بالماء دافي تدريجيا، نعجنو غير تدريجيا باش ما نكتروش الماء على حساب القياس ديال الدقيق، يعني العجين خاصه تجي قاصحه بزاف ما تكونش متلوقه ورخوه بحال شكل ديال العجين المسمن، او نقول لكم بحال شكل ديال العجين ديال الطاكوس تماما. غنعجنوا بالماء حتى نجمعوا العجين، مي ما نكتروش الماء باش تبقى لينا العجينه قاصحه. نعجنوا، هي بعدا الميزه اللي فيها انها ما كتبغيش دليك، غير كتجي معايا شويه وصافي، ماشي بحال المسمن كيبغي دليك الناس. نعجنو بالماء الكافي اللي غيكفينا، نعجنوها شويه بعد ما جمعناها. غنحطوها دابا على سطح العمل ونعجنوها مازال شويه حتى نحصلوا على عجين متجانس. بعد ما جمعنا العجين دابا غنشكلوها بودان وغنقطعوها على 15 قطع، يعني هاد الكميه ديال العجين غتخرج لينا 15 كره من العجين. ضروري انكم تخرجوا 15 على حساب القياس المقله اللي غنطيب فيها انا. الا كانت نتوما عندكم مقله صغر من هذه اللي غنوريكم غديروا 20 قطع باش ما تجيناش الورقه غليظه. هادشي علاش انا قلت لكم هاد المقاسات. قطعوها على 15 قطعة، والكرات ضروري خاصهم يكونوا متساويين، يعني تكون كرة قد كرة، ما تكونش وحدة اكبر من وحدة ولا وحدة صغر من الاخرى، يعني كلهم يكونوا بنفس الحجم. بعد ما حصلنا على 15 كرة دابا غنشدو كل كرة غنلفوها باليد مزيان، حيت ضروري انكم تجمعوا الكرة مزيان باش ملي نبداو نطلقوا فيه بالمدلك ما تجيناش وحدة عوجة على الاخرى، يعني كلهم خاصهم يكونوا مقادين وحدة على وحدة. هاد النصيحة راه مهمة استعنوا بها، الكرة خاصكم تلفوها مزيان. ودابا غنجمعوهم وغنغطيهم ببابي سوبريزي باش يرتاحوا لينا واحد 15 دقيقه، يعني بلا ما نديروا الزيت رحنا هاد الوقيره كافي باش انه يحميهم من البرد، يعني ما يخليهمش يقشبروا. حيت ملي كنطلقوا الكرات غنخدموا بالزيت، من الاحسن ما ديروهش دابا، غير 15 دقيقه صافي وغنخدموها. بعد ما ارتحت لينا العجين لمده 15 دقيقه دابا غنخدموا الورقه. غناخذوا 5 كرات من هذه الكميه، يعني دابا غنخدموا 5 ب 5 ب 5، ما نفوتوش هذا العدد 5 ب 5. الا درتو اكثر من 5 ما غتجيكم الورقه غليظه، وعاوتاني فاش كتبغيو فاش كطيبوا كتبغيو تحلوها ما غتبقاش مقاده. من الاحسن ديروا 5 فقط، ما تنزلوش عليها وما تطلعوش عليها. دابا غنسرحوا هاد الكرات نبسطوهم وحده حدا الاخرى، نبسطوهم كاملين في مره واحده
ونحاولوا نقادوا التقريصه ديالهم، يعني تكون دائريه. بعد ما بسطنا الكرات مزيان، دابا غندهنوهم بالزيت، كاملين دهنوهم بالزيت الوجه بهذه الطريقه هذه. بعد ما دهناهم كاملين بالزيت، دابا هاد ناخذ النشا، هذه راه نشا نغربلو فوقهم بالصفايه، يعني باش نسهلوا علينا العمليه، يعني هذيك القضيه ديال نشدو نشرشوها بايدينا ما غتصلحش. من الاحسن استعنوا بصفايه بحال هذه ديال القهوه، هي اللي غتصلح لكم لهذه القضيه. وملي تكونوا كتغربلو فيها فوق الكره، ما تخليوش يجيها خاوية من دقيق النشا، حيت الا خليتوها خاوية ملي غطيبوها غتبغيو تحلوها غتفزر ليكم. عمروا النشا مزيان باش ما تخافوش منها ملي طيب، تحلوها بسهولة. بعد ما عمرنا الكرات النشا الا وحده من الاحسن تحتفظوا فيها، ما تدهنوهاش بالزيت وما ديروش عليها النشا، حيت هي اللي غتجي الفوق ديالهم، يعني هي اللي غندلكو فوقها. دابا كيف ما كتشوفوا راه عمرناهم مزيان باش ما نلقاوش مشكل ملي نبغوا نحلوا الورقه بعد ما طيب. دابا غناخذ وحده نحطوها فوق وحده، بهذه الطريقه هذه ناخذ الاخرى نحطها فوق هذه. وناخذ هذه نحطوها فوق الوجه ديال هذه، ونعمروا بالنشا ما نخليوش شي فراغ خاوي. وهذه دابا اللي كتبقى عندنا يعني بلا زيت بلا نشا غنحطوها الفوق، هي اللي غتجي في الوجه. بهذه الطريقه دابا هاد المجموعه دابا غنحطها ترشاح، ونصيب خمسه الكرات اخرين بنفس الطريقه ديال هادي حتى نساليهم عاد نبداو نطيبو بالوحده بالوحده. بعد ما بسطناهم دابا غندهنوهم بالزيت كيف ما درنا الاولين، الزيت ما نكتروش بزاف باش ملي نديرو النشا ما تشربش لينا بزاف في الكره، يعني غير ندهنوها وصافي ما نعمروها الزيت بزاف. ودابا غنرشو بالنشا بعد ما دهناهم بالزيت الا وحده اللي احتفظنا بها، ما نديرو لا زيت لا نشا، يعني غنديرو غير لهاد ربعه الكرات صافي كيف ما درنا الاولين. انا غير بغيت نعاود معكم الطريقه باش نوضح لكم اكثر. نعمروهم نشا مزيان كيف ما قلت لكم. دابا غنهزو وحده نحطوها فوق الاخرى ونعمرو بالنشا. بعد ما بسطنا ثلاثه المجموعات بثلاثه بيهم، دابا غنطلقوا المجموعه الاولى، يعني اول الكرات اللي بسطناهم هما اللي غنطلقوهم باليد، عاد غنبسطوهم بالمدلك مزيان. ودابا غنستعملوا المدلك ونسرحوها على شكل ورقه كبيره، غير هو ما نرقوش بزاف وما نخليوهاش غليظه بزاف، يعني تكون متوازنه. وملي نكونوا كنسرحوا نقلبوا الورقه ونسرحوا، نقلبوها ونسرحوا باش يجينا تسريح يكون مقاد وهذاك ما تهربش، حيت الوسطانيين الا بقيتوا كتسرحوا غير من جهه واحده الوسطانيين غيدخلوا، الفوقانيين غيخرجوا، يعني كتروا تبعوا كيف ما كتشوفوا. دابا نبسطوا على شكل دائره، نقلبوها ثاني، نسرحوا ونقلبوا ونسرحوا، ما تخافوش منا ما تخسر ما والو، حيت الجهه التحتانيه كتهرب لينا الا بقينا كنسرحوا غير من جهه واحده. ونعطوها شكل دائري ونركزوا على الجوانب، الجوانب ركزوا عليهم باش ما يجيونوش غلاض. ملي تسرحوا الكره كامله نسرحوها على شكل دائري، نركزوا كيف ما قلت لكم على الجوانب.
والورقه نخليوها ما يعني ما غليظاش ما رقيقاش بزاف، باش من الا خليتوها عاوتاني رقيقه بزاف ملي كتبغيو تحلوها غتعذبكم وما غتجيكمش النتيجه هي هذيك، يعني غير تحسوا بالورقه تبسطات كامله. وفي هذه الاثناء راه سميتو راه النار دايره فوق المقله باش تسخن مزيان، يعني حطوا المقله ملي تبغيو تبسطوا المجموعه الاولى غتشعلوا النار على المقله وتخليوها فوقها باش ملي نحطوا فيها هذه الورقه ديال البسطيله نطفيوها ونخليوها طيب غير على الصاد. ودابا غنطيبوا الورقه بعد ما حطيناها في المقله، دابا راه النار طافيه حنا غنطيبوها غير على الصاد باش ما يديش لنا دوك الفقاعات من التحت، غير نحطوها ونقلبوها بحال هكا غير نحسوا بها نشفات صافي ونحيدوها، يعني ملي نشوفوا الورقه بدات كتفرق صافي نحيدوها باش ما يدخلش لنا فيها الصاد بزاف واخا ما تكونش النار شاعله. نبقاو نديروا لها بحال هكا ونقلبوا صافي حتى طيب لينا من الجهتين. دابا راه النار ما شعلتش وكتشوفوا الفار هذا راه غير ديال الصاد ديال المقله، يعني ملي تبغيو عاوتاني طيبوا المجموعه الثانيه غتشعلوا البوطه تخليوا المقله تدخل مزيان، ملي تبغيو تحطوا فوق الورقه طفيوها حتى تنشف لكم الورقه فوقها وصافي وطيب لكم من غير ما دير لينا دوك الفقاعات ولا توقف. بعد ما طابت لينا دابا غنحلوها كيف ما كتشوفوا راه كتحل بسهوله، شوفوا كيفاش كنحلوها وراه كتجي رقيقه ما عدا الفوقانيين اللي ما كي شوفوا كيفاش كتجي ما عدا الفوقانيه والتحت اللي كيجيو شويه واقفين، اما الوسطانيين كيجيو مخيرين وشوفوا كيفاش كيتحلوا راه كيتحلوا بسهوله غير حاولوا معاهم باش ما يتقطعوش. نسافوا معاه غير بشويه بعد ما حليناهم دابا صافي غنديروهم في بلاستيك نجمعوهم ونديروهم في بلاستيك. ودابا بعد ما فرقناهم غنحطوا عليهم واحد الاطار وغنحيدوا الجوانب بسكين. وهذا هو الشكل النهائي ديال ورقه البسطيله اللي حضرنا اليوم بعد ما طابوا وفرقناهم حيدنا الجوانب. كيف ما العاده ما تنسوش تضغطوا على زر لايك الا عجبكم لا فيديو وتشاركوا في القناه ديالي بالضغط على زر ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد. ومرحبا باي ملاحظه ديالكم، مرحبا بكم في قناه وشاق الطبخ مع كوثر، ودمتم في رعايه الله.